أيها اللبنانيون استعدوا، مشهد الغرق في نفق المطار قد يتكرر، لا أحد من الجهات المسؤولة قادر أن يضمن عدم تكراره. فشركة ميس المسؤولة عن صيانة مضخات المياه داخل النفق تؤكد أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن مضخاتها سليمة، وأن المشكلة الرئيسية هي نهر الغدير الذي قد يعود للفيضان بأوساخه ووحوله ليعطل المضخات. نهر الغدير، من المسؤول عن تنظيفه؟ طرحنا هذا السؤال على أكثر من جهة معنية فغرقنا في بحر من الإجابات: البلدية، وزارة الأشغال، مؤسسة جهاد البناء المسؤولة عن الأشغال خارج النفق، شركة ميس المسؤولة عن صيانة المضخات داخل النفق، وزارة الطاقة والمياه المسؤولة عن تنظيف مجاري الأنهر، القوى الأمنية التي لم توقف أعمال البناء والتعديات على مجرى نهر الغدير، المواطنون الذين لا يحترمون النظافة العامة ويرمون أوساخهم في النهر. هكذا تعددت الاتهامات وتقاذف الجميع المسؤوليات، وبات للحقيقة أن تغني بدورها: إني أغرق أغرق أغرق.